مع الأخبار المتداولة خلال اليومين التاليين عن انخفاض ولو طفيف في أسعار الذهب في الأسواق المحلية ببغداد وأربيل، حيث سجلت أسعار الذهب في أسواق الجملة في شارع النهر ببغداد سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 578 ألف دينار، وسعر الشراء عند 574 ألف دينار. كذلك سجل أسعار الذهب العراقي انخفاضاً بثلاثين ألف دينار أقل عن الذهب المستورد. وهنا نتساءل إن كانت هذه التغييرات ستؤثر على قرارات المستثمر الصغير والسيدات للإسراع باقتناء الذهب أو بيعه في هذه الفترة، وكيف نعرف توقيت شراء وبيع الذهب بشكل عام؟ هل في وقت الأزمات السياسية أم وقت الرخاء والاستقرار الاقتصادي للبلد؟ وبحسب تطبيق أي ذهب المخصص لمتابعة أسعار الذهب في السوق العالمي، ينصح خبراء الموقع بشراء الذهب في فترات استقرار الأسعار، أي عندما تكون الأسعار مستقرة نسبياً بزيادة أو نقصان بسيط. وقد يكون الشراء جيداً بعد انخفاض الأسعار، خاصة إن كان بعد ارتفاع كبير. ويفضل الشراء خارج أوقات مواسم الزواج والحج والأعياد والمناسبات عندما يقبل الناس على شراء الذهب بكثرة. وبحسب بعض الخبراء أن أفضل وقت للشراء هو بداية السنة مع الأشهر الأول والثالث والرابع من السنة ومنتصف الشهرين السادس والسابع. أما بالنسبة للبيع فيفضل بيع خزين الذهب عند ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ وكبير. وفي حالة الاستثمار تجنب شراء وبيع الذهب خلال فترة قصيرة، وذلك إنه يعتبر من الاستثمارات طويلة الأمد التي تحتاج لسنوات لتحقيق الربح المرضي منها. ومن المهم متابعة الأسواق والتحليلات الاقتصادية لتحليل الوقت المناسب للشراء والبيع بناء على الظروف الحالية والتوقعات المستقبلية، ويمكن استشارة خبير مالي قبل اتخاذ قرارات البيع أو الشراء.